اجي لك يا كابتن. يمكن الخماسي لعبه صعبه جدا وفروعها 5 فروع، ولازم اللاعب يتفوق في الخمسه. ممكن تيجي واحده قبل واحده او تيجي، بس في التوتال بيجمع درجات. ولكن يعني انتوا بتعملوا ايه؟ بتمرنوا اللعيبه ازاي؟ والله احنا ده طبعا هو ده راجع من اول الناشئين، بيبدا الولاد بتتعود على النظام دوت من هم صغيرين. يعني احنا تحت 8 سنين وتحت 10 سنين بنبدا الولاد بتشارك في الثنائي سباحه وجري بس، بعد شويه بيدخل لعبه الرمايه بتبقى سباحه وجري ورمايه، بعد 16 سنه بنبدا ندخل السلاح، او عند 14 سنه بيبدا يدخل السلاح، وبعد 18 سنه في الكبار بيدخل الفروسيه. 9 سنين بتجهزوا اللعيب. احنا عندنا اولاد تحت 8 سنين دلوقتي ما شاء الله، يعني بيقعد فترة 9 سنين يتجهز عشان يوصل زي أميرك. بيلعب بيبدأ ثنائي بس لو، فالخمس لعبات ما بيلعبهمش مرة واحدة طبعا، هو تدرج في الألعاب مع الوقت، كل لعبة كل فترة بيبدأ يدخل لعبة تانية، بيحصل تكيف على الخمس لعبات، بعد فترة بيبقى الولد بيمارس الخمس لعبات بشكل طبيعي جدا.